مادام راكم في قليل تقدروا تشاركوني بالهضرة خير باش يخرج لو كور مليح. اوكي، اول فرق حبينا نشوفوه وش هو بين لي فونكسيون دو بليزيور فاريابل ولا فونكسيون دو سيل فاريابل. شاركوني بالهضرة باش يكون لو كور ريش من فضلكم. ثاني قبل ما لا نهاية من الممسات. لو كان من اون سول فاريابل نلقاو روحنا في اي بوان رانا قدام اون انفينيتي دو ليني تانجونت. هذه واضحة للكل. مليح. احنا موضوعنا هو موضوع الاشتقاق من فضلكم. وش هي مهمة المشتقة في الدرجة الأولى؟ حساب المشتقة راح يدينا ميل البيان. ميل البيان عند النقطة هذيك، ميل مماس البيان في النقطة الفلانية. هاي ميل مماس البيان في هذيك النقطة. إذا حابين نحسبوا الاشتقاق ولا إذا حابين نعموا المشتقة في لو كا دو بليزيور فاريابل، هنا رانا نلقاو روحنا قدام مشكلة. أنه في نقطة ما عندناش مماس واحد للبيان، عندنا ما لا نهاية من المماسات. فلازم إذا حابين نمدوا الميل لازم نعرف وش من اتجاه رانا نحكيو به، ولا وش من مماس رانا نحكيو عليه. عندما نشتقوا اشتقاق جزئي ديرون اف على ديرون اكس، نعنيو بها ولا هذا الدالة هذه وش راح تعطي لي؟ راح تعطي لي ميل كل المماس بالنسبة للمماسات. اوكي، في الاتجاه تاع اكس المماسات التي توجد في اتجاه اكس. اون دوتر تيرم لا ديريفي بارسيال selon x donne bien nous fournit la pente de toutes les lignes tangente selon la direction x. مليح. قبل ما نحكيو على ما نروحو نحكيو على لا ديريكسيون، المشتقة الجزئية عندما تشتقوها بالنسبة لفاريابل راح تتعاملوا غير مع لا فاريابل هذيك كوم كوم فاريابل كوم فاريابل الاخرين كوم دي كونستانت. في لو كا تاعنا نورمالمون ديرون اف سور ديرون اكس تخرج لي 2 اكس ايغراك بلس اكس سور ايغراك بارابول الاكس الفوق واش تكون مشتقة للجذر راح تكون ايغراك بلس 1 سور y. هذا كحساب. وش المعنى تاع هذا المنحنى ولا هذا العبارة في واحد تفيدني؟ تفيدني قبل ما نحكيو على الفائدة لازم تتواجد عندنا نقطة. فمثلا النقطة اللي إحداثيتها 2 1 يعني x باثنين و y بواحد، الزاد يطلع على حسب الدالة راح يطلع رقم 2. هذه نقطة من المنحني تاعنا، نقطة من المنحني. أوكي، وهذه إحداثياتها 2 1 2. عندما نطبق عندما نحسب ديرون اف على ديرون اكس عندما اكس يساوي 2 y يساوي 1 z بارابان حطو. اوكي،
باسكو الداله راح تكون دلاله اكس وايكال اكبر ماشي بدلاله الزاد. هنا واش راح يعطي لك كنتيجه نهائيه اللي تقدروا تحسبوها؟ ايكال بواحد الفوق راح يعطي لي 2 طرح مع 2 التحتانيه نص 2 راح يعطي لي 1 على 2. هذا لازم يكون ميل للمماس. للمماس نخليك اون فرونسي فير باسكو لو كور سي اون فرونسي. من بعد هذا سي لا بونت دي لا تانجونت لا تانجونت هذه راهي واش من بوان راهي موجوده اون دو ان دو في النقطه 2 ذات الاحداثيه 2 1 2 اوكي سولون اكس. نرجع للرسم ونحكيو شويه. شاركوني من فضلكم. عندي منحنى هذا باش نعينو النقطة برك هذيك 2 1 2 أنا مجبر أني نرسم البلان إيكراك يساوي 1 والبلان إكس يساوي 2. تقاطع هذا لي دو بلان مع المنحني تاعي يعطي لي النقطة تاعي من المفروض 2 1 2 اللي راكم تشوفوا فيها ابيبل ياك. نجيبو لو تي هذا مشكل مش قادر يمد لي الاخر. اوكي مش قادر نستخدمه ولا كيف كيف ما يعطينيش لانا نحي لي بلان هذا اذا قدرت نستخدم. مانيش قادر نعين لو بوان للاسف بصح نقدر نشوفوه بلي بلان ايكراك يساوي 1 واكس يساوي 2. نغيروا لي كولور هذم تقدروا تشوفوهم مليح. راني ندور هاك الاخر باش تقدروا تشوفوا برك النقطة اللي رانا نحكيو عليها. شتوها كامل تفضلوا احكيو معنا. ما شفت شي سمك بانش راكم تركزوا على التقاطع تاع خلينا نبدلوا لاكولور تاع المنحنى. خلينا نبدلوا الكولور تاع المنحنى بالك. لا ما نروحش لهذا نروح لهذا حطوا قري المنحنى ولا لو قري ثانيتك ما يبانش طول لو قري ماكش نتاع استاذ. واش من نقطة نركزو باش نشوفوها؟ نبدل برك لي كولار باش نقدر نبدل لي كولار. Y تساوي 1 و X تساوي 2 عم دو بلون دو بلون ماما التقاطع تاعه مع المنحنى يعطيك لا. تقاطع بين البلون الاصفر والازرق والمنحنى اللي هو بالمارو. هكا ها هي بانت للكل درك ولا مش باينه؟ لا ما كانش الوان غامقه طالع باه نقدروا نميزو كي يكونوا ماتو فونسي نقدروا نتولوا.
اسمع مالا نبدل الاخر، نبدل هذه كش ما نديرها غامقة ونشوف. شوفي ترى هك ولا ماشي غامقة ثانيك. والله هذا مالي كولار، لو كان نحي في الاخر في نزيد في الاوباسيتي تاعها. ندير نوار حتى هكا ما يبانش، يبان نقطة التقاطع يبان الطول. هذه هي هاي أوضح الشيء. يا سيدي انا بدلت هذا وراح بدل لي الواحد اخر. الاحمر اوكي، وهذا نعطيه له والاخرى بار اكزامبل الزرقاء. ايوه هاكي واضحة، ها هي كي نقطة التقاطع. ها نحي لي دو بلون الأصفر والأزرق، واش بقى لي هنا في الصورة اللي راكم تشوفوا؟ بقى لي المنحني ولي بلون هذا. البلون هذا للأسف مش يبان في الرسمة، باش نشوفوا. 1.5 ها استناو دقيقة برك فك نحكيو على الميل تاعو. خلي الساعة حتى نشوفو بلي فريمون راهو ان بلون لي سي ان بلون طونجون لي غراف تاعكم. من بعد نحكيو، عييت نكبر عييت نصغر ما بغاش يظهر للأسف، ما عرف على واه. ما بغاش يظهر، انا مانيش نشوف فيه، ما عرف مانيش نشوف فيه باللي راهو يمس المنحني في النقطة اكس باثنين و ايكراك بواحد. الصورة مش واضحة. الصورة مش واضحة، بصح حنا راح نعتبرو، راح نتخيلو باللي لو بلون الأحمر هذا سي ان بلون طونجون la fonction تاعي في لو بوان 2 1. الكوردوني تاعها 2 1 بصح الزاد تاعها شحال يطلع؟ الزاد تاعها ما يطلع 2. هاي لا فونكسيون تاعكم. واش هي الفائده تاع لو بلون هذا؟ واش يمثل لو بلون هذا؟ السؤال مطروح للجميع. شيخ الاحمر ها البلون، ها راني نحيت البلون الاخر، البلون الاحمر ها. وش يمثل؟ صح هو ممثل البيان. ايه هو 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 اصلا راه مستوي مماس للمنحني. اوكي وش يمثل في رايك؟ ولا وش يشمل؟ يشمل كل المماسات تاع المنحني اللي مرتبطة بالنقطة 2 1 2. ايه اسكو اي مستقيم في البلون هذا يعتبر مماس؟ ايه يا شيخ نورمالمون. علاش؟ لازم يكون في المستوى يمر بالنقطة باش يعتبر مماس. شيخ لازم يكون في المستقيم ويقطع النقطة هذيك. دي نورمال باسكو هذا لو بلون وين اجي وين اجي هاي وراه مماس للمنحني غير في هذيك النقطة. ايه حلو، كان تدي انت كان تدي انت بار اكزومبل لا ليني هذه في لا ديريكسيون هذه راهي من المستوي ولا لا؟ ايه بصح مش مماس، مش مماس، بعيدة كل البعد عن المنحني. لتكون مماس للمنحني
لازم تقطع في النقطة هذه. اللي تنشوفوا النقطة هذه من الفور. نركزوا غير لهنا. هذا المحور X. هذا المحور الكراك. هذا المحور Z. النقطة تاعنا وش كانت X بشحال؟ 2 والإيكراك بواحد. وارتفاعها شحال كان؟ هذه هي لو بوان ا، ارتفاعها كان باثنين. لو كان نجي نشوفوا النقطة تاعنا في هذا بهذه الكيفية، معناتها كأن تقابلت لو بلون او اكس ايكغيك، وكأنك سقطتها على المستوي او اكس ايكغيك، هذا لو بوان ا. لو كان تجي في لا ديريكسيون هذه انت باي اتجاه؟ نقول هنا بالاتجاه تاع الاكس. لو كان تمر على النقطة بهذا الاتجاه باي اتجاه انت؟ يجريك. يجريك. ولو كان تمر عليها بهذا الاتجاه باي اتجاه انت؟ اقرا نورمالمون زاد. زاد شيخ؟ لا قريب للاكس. اقرا تساوي لا بالاكس لا بالاكراك، راك في الاتجاه تاع اكراك. وشي معناتها المستقيم هذا؟ وقت تلقاه الاتجاه. اوكي اكس زايد بي سالبا اكس اكراك يساوي ناقص اكس. دوك نقول لكم الميل تاعو شحال لهنا المقابل اللي هو 1 1 على 2 اكس. وكي يقولوا في الاتجاه تاع اكراك معناتها رانا في الاكراك يساوي في الاتجاه تاع الاكراك معناتها رانا في الاكس يساوي 2. في الاتجاه تاع الاكس معناتها رانا في الاكراك يساوي الواحد. نرجعوا للرسم ونركزوا غير على الاتجاهات هذه، ما نركزوا لا على منحنى لا الميل لا ولا اي شيء. اوكي هاني في الرسم نحي كل شيء نخلي غير هذا. عندما نقول اكراك يساوي الواحد الرسم البلان الثالث واش من بلان ثالث؟ اشي وين راهي؟ وين؟ شيخ حنا على الاول رسمنا دو بلون تاع اكس يساوي 2 واكراك يساوي 1. اها رسمنا نوتر بلون جاي معايا. كيفاه جا كيفاه حتى نرسمناه؟ شنو المعادله تاعو؟ شنو الميل تاعو؟ يساوي نص اكس زائد 1. وقت نرجع نحكي عليه مش مشكلة، فهمت السؤال؟ اوكي وقت نحكي عليه كيما صار له. هذا البلون هذا وش هي الفايدة منه تاع إكراك يساوي الواحد؟ الفايدة منه أنه إذا قطع البلون طونجون تاعك اللي سكتتني عليه ذو قرايان اوكي راح يقطعوا في مستقيم واحد برك. راكم تشوفوا التقاطع تاعهم شي مدلك مستقيم مستقيم. المستقيم هذا راح يمر بالنقطه تاعك ا اللي كنا نحكيو عليها، وبنفس الوقت راح يكون مماس للمنحني. ف الشيء اللي حسبناه هذاك المماس الاول الميل الاول اللي حسبناه اللي هو النص راح يتعلق بهذا المستقيم، باسكو النص هو مقدار يتعلق بالمستقيم اللي راهو في لا ديريكسيون تاع اكس. لو كان بدل ايكراك يساوي الواحد نروح الاكس يساوي 2، حتى الاكس يساوي 2 راح يقطع لي
راح يقطع المستوي تاعي في مستقيم آخر، بس دائما يمر بنفس النقطة، بس عنده ميل ميل يختلف عن الميل الآخر. شوفوا طرح الميل هذا شحال، رأيكم؟ هاي هاو باش تشوفوا الميل، قابلوه في هذا الاتجاه، شحال الميل تاعو؟ هذا هو المستقيم. دقيقة برك يا شيخ. وين هذا الأزرق؟ ها هذا الأزرق. كم شوفوا فيه ولا لا؟ الميل تاعو بالنسبة للمستوية راح يكون صفر، أوكي؟ أو أفقي. بالنسبة للمستوي إيه؟ شو المستوي سا؟ راهو أفقي صفر بالنسبة لأي حبيته. البلون تاعك راهو أو إكس إيكراك راهو زيرو. إيه إيه إن وهذا الصورة الكحلة السوداء هذه، الكحلة هذه وش هي؟ منحني للكحلة هذا وش هي؟ راهو جامع التقاطع الدالة تاعك مع المستوي الأصفر. أستاذ زعما هذه الممسات؟ إيه ممسات إيه. اوكي ما كيش مقتنع بالمماسات صح؟ ماش مشكلة. اذا استاذ هما كم مماسات لنقطة واحدة ولا نقاط مختلفة؟ نقطة واحدة، اسمع انا رسمتهم ديجا باش نحكي عليها. استاذ اسمع اسمها نقطة واحدة، يقدر يكون عندها اكثر من مستوى مماسية. ماشي مستوى، هذه مستقيمات. في الحالة تاع دي فاريابل النقطة واحدة عندها مستوى مستوي واحد مماس. إيه. هذا الأخضر هذا الميل تاعه بالنسبة للمستوي تشوفوه بهذه النظرة يا أخي. العفو تشوفوه بهذه النظرة. راح يكون الميل تاعو لقيناه نص، والازرق هذا شحال الميل تاعو؟ باين افقي صفر. هذا المستقيمان في المستقيمين هذم راهم يمروا بنفس النقطة، وش هي احداثياتها؟ واحد اثنين. واحد اثنين. وبالنسبة للمنحني هذا خلينا نغير اللون تاعو، بس كل اللون اللي اخترناه ما عجبنيش. ماكش نتايا، سامحوا لي نرجع. نغير اللون تاع المستوي الأول. حط أورانج. شوفي ترى ماجدة. هذه المستقيمات مماس مستقيمات مماسية ولا دي تانجنت ولا لا؟ يا شيخ مستقيمات مماسية. اوكي. بس كل واحد في اتجاه، الاخضر في الاتجاه تاع الاكس. موازي للاكس. والازرق في الاتجاه تاع ايكراك، موازي للمحور ايكراك. كلهم يمروا بالنقطة ا، وكلهم يعتبروا مماسات للمنحني. الأخضر الميل تاعو نجيبوه من المشتقة الجزئية بالنسبة للإكس، والأزرق نجيبو الميل تاعو من المشتقة الجزئية بالنسبة للإيكراك. سمعش كل ما مثل نجيبوه من المشتقة الجزئية بالنسبة لمتغير معين. إيه شوفي المشتقة الجزئية تعطيك ميل المماس مفروغ منها. بصح المشكلة
انه احنا عندنا ما لا نهايه من المماسات. عندما نقولوا الميل تاع المماس واش من السؤال يطرح نفسه واش من المماس رانا نحكيوا عليه. اذا راكي اذا المعلومه جبتيها من المشتقه الجزئيه تاع اكس راكي تحكي على المماس اللي في الاتجاه تاع اكس. اعطولي الاخر اوكي اعطولي اي منحنى من عندكم يكون بدو فاريابل سيلفو بلي. اعطولي منحنى من عندكم يكون مخدوم متغيرين اكس مربع زائد جذر اي اكس مربع زائد جذر اي المنحنى هذوك النحية والمعلومات الأخرى كانت ما عندها حتى علاقة مع هذا المنحنى. مجدة أنا مشي أعطيني نقطة حبيتي طلعي فيها المماسات ولا قبل حسبوا لي مشتقة الجزئية تاع هذه بالنسبة ل x وبالنسبة ل y. يا ربي بل x تكون 2 x راح نزيد ونرجع واو قريب يخلص الوقت. f x y الزينة هو x مربع زائد جذر y ديرون f على ديرون x 2 x تكون 2 x ديرون f على ديرون y وش هي؟ 1 على 2 جذر y. اوكي المشتقة دائما تعطي لي ميل مماسات، هذه تعطي لي ميل مماسات باتجاه الاكس وهذه تعطي لي ميل مماسات باتجاه الايكراك. قبل ما نحكيوا على المماسات لازم نحكيوا على نقطة من فضلكم، اعطوا لي نقطة. شغلها ربعة اثنين مثلا. ربعة اثنين تكون من مجموعة التعريف تاع الدالة، سي نورمال. مجموعة التعريف تاع الدالة وش هي؟ دالة معرفة من أجل كل X ينتمي إلى R أو ينتمي إلى R زائد. أوكي هذا هو الدومين دو ديفينيسيون. أوكي أنت أعطيتي لي X بأربعة و Y باثنين صح، هي نقطة من مجموعة التعريف. هذه الدالة أفتحها وش راح تساوي؟ تساوي 16 زائد جذر 2. واش كان نعكسوها نديرو 2 4 احسن؟ ايه احسن الشيخ اسهل. جينا 4 اوكي 2 4 هذه جينا 4 معناته النقطة اللي راني نتحدث عليها هي 2 العفو وش قلنا؟ x باثنين والاخرى باربعة. اربعة. اربعة. اوكي. حسبنا مشتقات الجزئية مجدة. وركزنا على نقطة واحدة من المنحني. صح ولا لا؟ الشيخ زاد العشرة اربعة. الشيخ بدلنا ستة. بدلنا ستة. اوكي. اوكي. انتم اللي قلتوا لي اربعة. يا اخي. لو قلت لي ستة ونكتبت ربعة. شيخ أنا غلطت. خلاص مش مشكلة. راح نركزوا على نقطة واحدة من المنحنية اللي إحداثياتها 2 4 6. متفاهمين؟ إيه. هذا البوا من فضلكم. راح يقبل ما لا نهاية من المماسات، بس احنا من ما لا نهاية من المماسات راح نركزوا النظر على مماسين برك. مماس باتجاه الإكس ومماس باتجاه الإيكراك. وش معناتها باتجاه الإكس؟ يعني حنا نستخدمو المشتقة الجزئية بالنسبة لإكس. سولون إكس معنات باش نحوسو على سولون إكس
هذا اكس، هذا ايغريك، هذا زد. باش يكون الرسم تاعي واضح برك راح نرسم غير نقطه ا في الفضاء. اوكي، باتجاه الاكس معناته لازم جهه النظر تاعي تكون بهذا الاتجاه. اوكي، لازم نقابل المحور ايغريك لا يرجع نقطه، ولا نقابل البلان او اكس ايغريك. ولا ما كنتش فاهمينها هذه؟ فاهمينها. واش معناتها باتجاه الاكس؟ لازم نشوف التقاطع اتجاه اكس، معناتها لازم نشوف التقاطع بين المنحنى تاعي وبين اي بلان. مجدة لا ماشي بين اي بلان اللي راح نهزو درك تاع الاكس، البلان اللي يكون اللي يمر من نقطة او يوازي الاكس، واش راح تكون معادلته في رايك استاذ؟ كي تكون حنايا المماسيح نهزوه مثلا على حساب اكس، طبعا الشيخ يكون موازي الإجراك ولا لا؟ لا، كنقولوا بالنسبة لإكس لازم يكون موازي للإكس. هندسيا البلان وش معناتها موازي للإكس؟ معناته لازم ينتمي للمستوي اللي يكون موازي للإكس ويمر على النقطة أ. ويمر على النقطة اللي حددناها. هي نورمال، باسكو احنا النظر تاعنا درك خلاص، النظر تاعنا راح يتركز غير على النقطة أ. لازم نرسم البلان اللي هو إيكراك، شحال إحداثية الأ تاعي من الإيكراك شحال هزيناها؟ أربعة يا أخي. ربعة. أوكي. هذا البلان الأزرق مجدة. هذا البلون الازرق موازي بالنسبه للاكراك يا اخي، موازي للاكس ولا مش موازي للاكس؟ مش موازي الشغل هي قاطع الازرق. موازي يقاطع. موازي هاو هاو الشغل الاحمر الازرق والاكس. عندي احمر واخضر وازرق، الازرق وبين الارتفاع زاد ما نحكيوش عليه. الاحمر هو الاكس والاخضر هو اوكي ماشي موازي للاكس. ايه اكس اكسس، خلي نحطو الليبل تاعو اوكي، والايكراك خلي نظهروا الليبل تاعو باش كي نحكيو يبان. هاو الاكس مكتوب والايكراك مكتوب، هذا موازي له ويمر بالنقطة تاعي. هذا البلون هو اللي يخلي لي اللي يحدد لي وجهة النظر تاعي. إذا حبيت نشوف النقطة المماس اللي يمر بالنقطة أ ويكون موازي للإكس لازم ينتمي لهذا البلون. ولا نقدر ندور، شوفوا إذا دورت المنحنى تاعي هكا بهذه الطريقة، تما قابلت البلون تاعي الأزرق قد قد يكون من طابق التال إكس. إيه قابلته، ما زلت ما قابلتوش مليح قد قد، نحاول قد ما نقدر. أوكي هكا قابلته، معناته عندما نقابل البلون تاعي وش من محور يبقى لي غير المحور إكس والمحور زاد. زاد إيكراك اختفى صح؟ إيه صح. أوكي. وشوفوا التقاطع بينه وبين المنحني راح يعطيك الشكل. ايش بلاش خلي نوضحوا الشكل هذا، بس انا مربع. ايه هذا هو الشكل اكس مربع. اذا حبيتوا تعرفوه منين جا، هو التقاطع بين ايغريك يساوي الواحد والمنحني تاعك. وش هو المنحني تاعك؟ هو اكس تربيع زائد جذر الايغريك يا اخي. عندما تعوضوا ايغريك عندما تعوضوا ايغريك بربعه العفو، وش يعطيك؟ كل النقاط هذه السوداء، هذه كل النقاط تنتمي لأي بلان مجدة؟ سادة تنتمي للبلان هذا اللي حددناه اللي هو إيكراك يساوي أربعة. معناته كل النقاط هذه الإيكراك تاعها ثابت ولا متغير؟ ثابت اللي هو أربعة. عاود شخص سؤال، كل النقاط هذه
الإيكغريك تاعها ثابت. الإيكغريك تاعها ثابت، معناته كل إذا حبيت نعرف شكل المنحني هذا الأسود هذا، نجي للدالة الأصلية ونعوض الإيكغريك بأربعة، تعطي لي إكس تربيع زائد اثنين. إيه. فهذا المنحني عندما نشوفه بالنظرة هذه، عفوا بالوضعية هذه، هذا المنحني الكحل هذا، باش يبان لنا غير هو نخفيه الباقي. ها هذا وش هو معادلته؟ اكس مربع زائد 2، اكس مربع زائد 2 زائد 2 هي. والنقطة والراهي متواجدة له ذوك المحور إجراك اختفى. ايه قال المحور اكس احداثياته شحال كانت على الاكس؟ كانت 2 إجراك 4 واكس 2. اوكي والزاد تاعو شفنا حنا جا اكس يساوي 2. هذا هو لو بوين، هذا هو ما عرف يقدر يعطي لي ذوك او عطى لي نورمالمون. هذا اوكي هذه هي النقطه. مليح. نغير اللون تاع النقطه ا نحطوه احمر. ماشي هذه النقطه ا، ماشي هذه النقطه ا، هذا هي الشيخ الاكس تاعها 2 واللي زاد تاعها 6. ايه هذه والايكغريك تاع والايكغريك تاعها ايكغريك هنا ايه او هو يبعد لا سمحوا عمودي. بون نبدل برك لا كولور هذه باسكو غيرتها. نبدل النقطة أ تاعي و نجيها جات نرجعها بالأحمر. بون هذه النقطة أ، كم معايا رجعتوا يا أخي؟ نقطة أ ريان كانت إحداثياتها 2 2 4 6 هي باينة له. أكيد المماس اللي راح يمر بالنقطة أ ويمس هذا الجزء من المنحني هذا، أوكي؟ راح يكون الميل تاعو موجب. وش تنتظروا هكاك هندسيا هكدا راح يكون الميل تاعو في رايكم؟ أبيبري بعينيكم الزاوية شحال هك؟ صراحة تكون موجبة شحال هك؟ تكون قريبة 90، قريبة 90 تكون على 6 على 3 قريبة 90. راك رايحين شحال؟ ما لا نهاية أخي. إيه طونجون تاع 90 ما لا نهاية، تكون الزاوية 81 درجة كذاك تبان لي. تكون في الستينات؟ لا لا أكثر من 60 تبان لي، تبان لي أكثر من 60. المهم راح نستناو ميل موجب وكبير. الميل هذا منين راح نجيبه؟ باسكو لهنا راني نشوف في جهة الإكس، ما تنساوش. يعني خذيت النقطة أ والمنحني خذيت منه جزء برك اللي هو تاع لا ديريكسيون سولون إكس. نرجع للدالة تاعي، حسبنا ديرون اف سير ديرون اكس، حسبناها من ماما 2 اكس 2 اكس. الاكس تاعكم بشحال؟ 2 ثم 4 اكس تاعنا ب 2 يا اخي. ايه والايكغريك 4 ديرون اكس لبوان 2 4 راح يعطي لي 4. وفي الإيكغريك في نفس النقطة 2 4 شحال راح يعطي؟ ربع. راح يخرج لي الميل تاع المماس في اتجاه الإيكغريك أقل من الاتجاه تاع إكس. ربع أنا كنت نستنى في رقم كبير. ربع معناته لو كان نديرو العكس تاع تانجونت ألفا شحال تكون الزاوية في رأيكم؟
اللي عنده كالكيلاتريس يحسبه من بعد يعطينا النتيجة. يلا يسمع فيها. عندك طنجنت تساوي 4. شحال لونج الألفا؟ استاذ بس كذا هو ال هذا واش تحوس تحوس على الزاوية تا؟ على الزاوية يعني. استاذ نلقاها 75.96. ايه تسمى ما غلطناش، رانا في قريب 80 هكا. ايه نرجع كل شيء كما كان، نخلي غير الدالة تاعي. والسؤال ماش دولة واحدة أخرى اللي حابة تشاركها، مش مشكلة. وراهي الدالة تاعي برك. أعطوني الدالة إذا دالة إكس مربع زائد جذر إيكغيك. آه اللي هنا ورانا كاتبينها. آه ياك بون، أنا رسمت لك الدالة والنقطة أ. دونك إذا حاب نشوف، إذا حاب نركز النظرة تاعي في اتجاه الإيكغيك، واش ندير مجدة؟ شيخ نوقفه بشكل عمودي عند الإكس ونرسمه شيخ موازي للإيكغيك. موازي للإيكغيك معناته البلون تاعي لازم يكون إكس يساوي شحال في لوكا هذا إكس تاعي 2 يا أخي؟ 2 معناتها نقسم تاعي بعبارة أخرى راح ناخذ جزء برك من المنحني اللي مر بالنقطة أ وللإكس تاعو تبقى ثابتة 2 أوكي؟ وش هي الفايدة تاع أو لو وش يميز؟ وش يميز هذا الشكل هذا؟ ولا النقاط اللي تنتمي للشكل الأسود هذا وش تميز؟ كلها الإكس تاعها ثابت يساوي 2 ويمر بالنقطة أ. فلو شفت الآن شو شبه في الآلام، شبه شوي الآلام هاي الشكل تحول الجذر إكس أوكي عندما تقريب نفس الشكل. إيه إذا حبيت الشكل تاعهم، الشكل تاع هذا المنحني هذا اللي يسألني بلا مجد ما أعرف شكون اللي كان يحكي ذا، هذا الشكل هذا وش منين نجيبه؟ هذا الشكل هو جزء من الدالة تاعي، معناتها لازم نجيبه من الدالة اللي هي إكس تربيع زائد جذر إيكغيك. بصح ثبت فيها الإكس باثنين أوكي؟ فالدالة هذه هي 4 زائد جذر إيكغيك. فإذا وجهت النظر تاعي بالنسبة لهذا البلون، إذا قابلت هذا البلون قد المحور إكس اختفى بقى لي محورين، وش هما؟ إيكغيك والزاد. إيكغيك والزاد والمنحني اللي لازم نركز عليها اوكي. فالمماس راح يكون مماس لهذا المنحني، وراح يكون الميل تاعو رانا حسبناه اذا تذكرته هو ربع. ربع شحال الزاويه اللي يقابلها؟ شيخ خفيفه تكون بي على 6. بي على 6 صافي 30. ايه اكثر تقدروا تحسبوها ما دام عندكم الميل، تقدروا تحسبوا الزاوية فاصل ما. شيخ احنا الميل إيكغيك هزيناها 1/4. واحد على أربعة هي ربع. خش 14 شيخ. شحال؟ 14 الزاوية 14. عمالة صغيرة خلاص ها؟ بس كيف صح الزاوية 14؟ بالك جات عندنا امبريمونت، انا امبريمينا وحاولنا نشوفوا ال ايه. واذا حبيت نرس شوف ضبط اسكو بان المماس هنا، اسكو ظهر لي المماس هنا كيفاش هنا اسكو ظهر المماس؟ المماس هو عباره على مستقيم ولا لا؟ ايه راكم تشوفوا في المستقيم شيخ، ما درناش مستقيم هنا.
ما عندناش مستقيم، عندنا غير منحني والنقطة، ورانا نتخيلوا في المستقيم، صح ولا لا؟ وإذا حبيت نرسم المستقيم قولوا لي واش ندير؟ المستقيم لازم راح ينتمي للبلان طونجون ولا لا؟ لازم نعرف البلان طونجون. ريان ريان بانو اي هنا ولا راحت؟ سقساتني وراحت. ها راكي هنا، انت اللي سقسيتيني قبل كيفاش جبت المعادله تاع البلون هذاك المايل. هذاك المعادله تاع البلون المايل راح نتعلموا من بعد كيفاه نجبدوه ان شاء الله في الدوزيام الكور اللي يجي وراه هذا ولا اللي بعده. اوكي بصح اذا حبيتي تشوفي كيفاه لقيناه كبير، لقيناه بانوتي تاع جيو جابرا. اوكي سامحوا لي دوك من لقيناه بلوتي هذا ماما ولا بهذا بهذا. هذا لاباج ريان تعطيله الاخر، تعطيله المنحنى تاع الداله تاعك، والنقطه اللي حبيتي تركزي عليها هو يعطيكي البلان طونجون في هذه النقطه. متفاهمين ولا لا؟ بس حصبري شوي باش اصلا عاد ناكتواليزيه برك. اكتواليزيه باش يجي. تخيلوا انا لقينا دوكا المعادله تاع لو بلون ورسمناه، باسكو لو بلون هذا واش يفيدني؟ لو بلون هذا راح يحوي كل المماسات، صح ولا لا؟ ايه راح يهز مماس كل مماس. واش هزينا برك كمعادله؟ ولو بلون طونجون هذا باش نلقاوه، نلقاوه احسن طريقه انك تلقى معادله هذا المستوي هذا، انك تستخدمي الضرب النقطي لي برودوي سكالير بين دو فيكتور. يهز المماسات الشيخ ثاني، يهز المماسات تاع فار اكس وفار ايغراك. هذا لو بلون اللي احنا رسموها فيه كل المماسات، فيه كل المماسات. صح شيخ، كي يكون بار اكزومبل اتجاه اكس او يكون موازي ليه، تسمى ما يكونش هز المماس تاع اللي يكون باتجاه اكس. حسنًا نرسمه وعاود يحكي لي نفس الحكايه. اوكي اوكي النقطه تاعي هزيت الاكس باثنين والايجراك اربعة، باثنين والايجراك هزيته اربعة باربعة. في النقطة هذه عندما نكوشي هذا النورمال لاين هذا يعطي لي المستقيم. النقطة ما عرف رجعت ما تبانش، راكم تشوفوا النقطة ها هي هنا، هذا يعطيك المستقيم. هذا كي تكوشي الأولى يعطيك المستقيم اللي يكون عمودي على المنحنى ويمر بالنقطة بي، وكي نكوشي الثاني يعطي لي الضرب النقطي بين دو فيكتور. اذا استخدمت هذا الضرب النقطي راح نلقى معادله المستوي هذا الاخضر. وش هو وش مالي فيكتور اللي نضربهم؟ الفيكتور الاول شوفوا مليح كيفاه يتخدم، هو اكس ناقص اكس صفر، ايغراك ناقص ايغراك صفر، وزاد ناقص زاد صفر. وش هي اكس صفر وايغراك صفر وزاد صفر؟ هي احداثيات النقطه تاعك. والفيكتور الثاني ناقص 4 ناقص 0 25 1، هذا نقراه من بعد ان شاء الله كي نطرقوا الموضوع تاع لو غراديان. سي بون بور لو مومون ما بغيتش ندخل الموضوع في موضوع، حبيت نكتب ديريكتومون. اعطيو لي اعطيو لي واش هو ولا شفيتو على الفيكتور الثاني ولا مش فيتوش عليه؟ ما قلتناش الشيخ. اوكي بون، الفيكتور الاول هو اكس ناقص 2 ايغراك ناقص 4
زاد ناقص 6. الفيكتور الثاني نخرجه بالجراديان اللي هو حتى هو يستخدم بالاشتقاق الجزئي هو ناقص 4 ناقص 4 هو 1 ناقص 4 ناقص 4 هو 1 هذا يساوي 0. بلوكا أكو معايا تجور ولا لا؟ أنا معاك يا شيخ. فين أنا؟ ما أعرف تسكر سنة نعاود. نعاود نحل. أوكي. سوي الصفر. نحاول ننظر نخرج لي ناقص 4 إكس زائد 8 ناقص 0 25 إجراك زائد 2 زائد 6 زائد زاد ناقص 6 يساوي 0. أوكي تخرج لي زاد يساوي 4 إكس طرح من هيه 0 25 إجراك طرح من هيه يبقاو ليه الأعداد 8 نحي منها 6 تبقى 2 زائد 2 4 تخرج لي ناقص 4. دونك نرسمو هذا المنحني هذا 4 إكس شفيتو على المعادلة تاعو؟ شفيتو على المعادلة باش تعطيوها ليا؟ الشيخ تكون ناقص 3 نورمال تكون ناقص 3 اوكي 8 ناقص 6 شحال؟ الشيخ لك ما غلط في الضربة؟ ايه في 4 تحت 1 ماشي 2 هذه؟ ايه ربع هي تعطي لي 1 عندك الحق هي لذا له ضربنا اصلا ناقص له له ضربنا لهنا الموضوع هذا من فضلكم ركزوا لي غير على النتيجة النهائية الحصة الجاية ولا مش الجاية الظاهرة اللي بعدها راح نحكي نرجعوا نحكيوا على الموضوع هذا تفهمين؟ استاذ هنا كيف ربت وش لقيت؟ المعادلة هذه تاع زاد وش تمثل برك؟ هذه المعادلة اللي لقيناها على الأخر قلت لي ناقص 3 الساعة نصلح الساعة الخطأ اوكي؟ هذه معادلة لو بلون تونجون هي اوكي؟ حبيت نرسمه باش نشوف المماسات متفاهمين نرجع لهنا ما على باليش وراني هنا ولا لهنا ما راح لي كلش سمعتوا رحت الشيخ اللي رسمناه رحت مش مشكلة الدالة كانت x مربع زائد جذر y زائد جذر y هذه المعادلة المماس بالنسبة لـ x كانت 2 يبالي ايه نرسم الساعة البلان تاعي البلان تاعي وش لقيناه؟ لا شفيتو ولا نسيتو؟ ربع اكس ناقص ولا زائد؟ زائد صفر 25 إجراك صفر 25 إجراك ناقص 3 ناقص 3 زائد المستوي اللي حدد لي لا ديريكسيون تاع اكس كان إجراك يساوي لو بوان تاعنا شحال كان؟ 2 4 4 اوكي واللي حدد لي لا ديريكسيون تاع y كان x يساوي 2 اوكي ديليت ديليت
إذا ركزت غير على المنحني والبلون هذا ريان ريان أنا البلون هذا ريان راهو يشمل كل مماسات تاع المنحني اللي تمر بأي نقطة يتمر بالنقطة هذه النقطة هذه اللي كانت إحداثياتها 2 4 وارتفاعها 6 متفاهمين كيفاه لقيت المعادلة هذه هذا موضوع آخر راح يجي بعد من فضلكم أوكي ثم المماسات مش شرط باتجاه إكس ولا باتجاه إيكراك أنا جاي نو نو مش شرط أنا جاي أنا نختم الدرس بالنقطة هذه أوكي لو كان نرسم البلو إيكراك يساوي ربع فهنا ركزت النظر تاعي ولا اقطعت المنحني تاعي موازي للاكس فراح نتحصل على من واش درت لهنا للايكراك ثبتته وغيرت الاكس ف خلينا نرسم خلينا نحدد هذا المنحنى اللي راني نحكي فيه اوكي اللي راني نحكي عليه كبير قابلناه بهذا الاتجاه باش نرجع للنقطة نحاول برك نقابل وقد قد اوكي بهذا الاتجاه نحي البلان تاعي ونحي الدالة نعطيكم النقطة اللي راح نركز عليها من فضلكم راح نركز على النقطة هذه نغيروا لها اللون هاي نغير لها اللون للون الأحمر ما بغاتش تتغير مش مشكل زيدوا النقطة أ إذا شفت التقاطع بين البلون الأحمر والبلون الأزرق راح يعطي لي المستقيم لمرب الأ أي مستقيم من مرب الأ يكون تابع للبلون الأحمر راهو مماس مفروغ منها ولا لا؟ خليونا أي مستقيم ينتمي للبلون الأحمر راهو ويمر بالنقطة أ راهو مماس. ركزوا لي دوك على التقاطع هذا من فضلكم بين البلون هذا والبلون هذا. دوك نغير لكم اللون تاع المستقيم الأخر هذا. حطوا الأخضر. هذا المستقيم الأخضر هذا. ينتمي للبلون تاعي ولا ما ينتميش؟ ينتمي يا شيخ ينتمي للبلون الأزرق ثانك ولا ما ينتميش؟ ينتمي لين في زوج ويمر بالنقطة أ ولا ما يمرش؟ هذاك معناته هو مستقيم مماس ولا مش مماس؟ مماس يا شيخ مستقيم مماس وباتجاه الإكس ولا مش باتجاه الإكس؟ باسكو ينتمي للبلون هذا هي باتجاه الاكس اوكي شكرا واذا حبيت نشوفه قد قد نحاول نخبي باقي الصور باش تشوفوه من فضلكم ها واش نزيد نخبي البلون ايكراك يساوي 4 هاي النظرة يعني لتعطينا نظرة أحسن في الفضاء إذا حبيتوا تشوفوا المستقيم هذا في الفضاء شوفوه في الفضاء إذا حبيتوا تقابلوه قابلوه بهذا الاتجاه باش نختم الحصة من فضلكم تعاونوني ضرب في النقطة أ وحاب نشوف مشي في الاتجاه إكس في الاتجاه إيكراك وش ندير نحي كل شيء
هذا المنحنى تاعكم. نديروا النقطة أ. أوكي النقطة أ تاعي هي هذه. ونديروا هذاك البلان تاع بي. إكس يساوي 2 يعطي لي هذا. أوكي. المنحنى اللي حابين نشوفوه خلينا نزيد نظهروه باش يبان. خلينا نديروا هذا البلان تاع طنجنسيه اوكي وندير لو بلون هذاك اللي يشمل كل وين كان برك اذا شفتي هو الثاني شكرا هذا والتقاطع تاع البلون تاع لي دو بلون يعطي لي المماس تاعي في الاتجاه تاع الايكغيك ومن بعد مع الملقه هذا نلقاو المماس نرسموه بالازرق باش يبان لنا برك نرجع انا راني نشوف بالنسبه للبلان الاصفر لازم نقابل البلان الاصفر تاعي قد قد باش نقدر نشوف الموضوع ده. نحاول نخبي المنحني باش تبان النظره ونخبي البلان الاخر هاي النقطه تاعي ا وهاو المماس هذا الاسود الاسود ما فهمتش على خرج لي اسود انا بدلت له لا كولور ليسونسييل هذا كا تاكتياليزا هاو المماس تاعي باتجاه الايكراك متفاهمين اخر سؤال اذا حبيت نغير الاتجاه ماشي اتجاه اكس واتجاه ايكراك حبيت نروح للاتجاه هذا الاحمر هذا وش هي المعادله تاع البلون تاعو ايكغيك يساوي نص اكس نحب نرجع غير المنحني ونحي كل شيء بون هاو لو بوين ا تاعي في المنحني شوفوا كان نرسم ايكغيك يساوي نص اكس إيكغيك يساوي نص إكس شوفوا الإتجاه دوك اللي عطاني آه ما فاتش على آ مالا كانت عندنا غلطة كبير لازم يفوت على الآ آه الآ تاعي مشي بواحد واثنين تغيرت دوك الحكاية هذا هذا مثال واحد آخر نسيت الآ تاعي وشي هو؟ كان بربعة واثنين. أربعة. أوكي. وزاد ستة. هاهو. هذا هو راح يكون إيكغيك يساوي الميل تاعو راح يكون ربعة على اثنين معناته اثنين إكس من المفروض. الشيء اللي كملتو كي ترجعوا كي تكملوا من بعد عاودوه وحدكم، جيبوا مثال من عندكم وعاودوا كل شيء وحدكم. اثنين إكس اثنين إكس أوكي هنا المماس اللي ينتمي إلى ديريكسيون هذه الميل تاعو ما هو موجود لا في المشتقة الجزئية تاع الإكس ولا في المشتقة الجزئية تاع الإيكغيك يا أخي هنا هذا موضوع اخر ان شاء الله نطرقوا عليه هنا باسكو لا باش نلقى الميل تاع المماس لازم نشتق في هذا الاتجاه لا في الاكس لا في الايكغيك بهذا الاتجاه راح نتحصل على هذا المنحني من فضلكم قاطع بين هذا وهذا شوفوا المنحني راح نتحصل عليه إذا حبيت نشوفه لازم نقابل لازم نقابل هذا البلون معناتها راني نحوس على المماس ليكون بهذا الاتجاه تاع 2 اكس اكزاكتومون نكتيفيو الاخر نكتيفيو هذيك هذاك البلون تاعي والتقاطع بين البلون والبلون دو ديريكسيون راح يعطي لي المماس اللي راني نحوس عليه ها
هذا مستقيم لك حال هذا. خلينا نقابل هكا بقى مانيش قادر راني نحاول البوان يبقى نحي هذه نحي هذه. هذا الجزء للجزء هذا اللي يخرج لي من الاخر اللي يخرج لي من المنحني تاعي، وهذا النقطه وهذا المماس. بس هذا المماس راهو في نوتر ديريكسيون اللي هي تاع البلون هذا، راكم تشوفوا. المعلومة تاع هذا المماس للأسف ما هي موجودة لا في المشتقة الجزئية تاع الإكس ولا في المشتقة الجزئية تاع الإيكغيك، موجودة في مشتقة أخرى. يلحق وقتها إن شاء الله. دوك افهمي لي برك المعنى تاع المشتقة وتاع المماسات في الفضاء. نتمنى إن شاء الله وصلت ل شيخ، وضحت لي الضرك. ما عليكم غير تحطوا امثله لارواحكم وتخربشوا في بالجيوجابرا هذا. بربي ان شاء الله استنوتي تخيزي في كاس، اوكي؟ راح يعاونكم بزاف بزاف. وشكرا. شكرا استاذ. ان شاء الله. باي باي. خطره جايه خربشوا الساعه من بعد كش ما يكون اسئله جمعوها واعطيوها لي. متفاهمين؟ ميرسي يا شيخه. صحه دريان، يعطيكم الصحه. ربي يعاونك. أمي إن شاء الله.